نفضل عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه مش هنعاد الأخطار حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. يسعدني وشرفني تكون ضيفة الحلقة النهاردة الأخت داليا، كانت معنا في حلقة قبل كده، وموضوع أو عنوان الحلقة هو صورة من صور ظلم المرأة، ظلم الإسلام للمرأة أو ظلم المرأة المظلومة في الإسلام، لكن عنوان الحلقة هو صورة من صور ظلم الإسلام للمرأة. مع حضراتكم برحب بالأخت داليا. أهلا بحضرتك أخت داليا. اهلا بيك يا اخت نوره، ربنا يباركك. ربنا يباركك ومنورانا للمره الثانيه في صوت العابرين. شكرا ليك، كل الشرف اخت نوره. ربنا يبارك. طيب زي ما حضرتك عارفه متعودين نبدا بالصلاه، فاطلب حضرتك تصلي، اتفضل. امين امين يا رب يسوع المسيح، بنشكرك يا رب من كل قلوبنا على افتقادك لينا يا رب، على تواضعك ومحبتك يا رب، على ان انت بتقبلنا زي ما احنا يا رب، بنيجي بكل ما فينا قدامك يا رب. يا رب المجد يرجع لاسمك يا رب، غصب عن اي حد يا رب بيشكك في مجدك وبيشكك في اسمك يا رب. يا رب احنا جايين نعلن مجدك يا رب على كل المستمعين، على كل شخص عينه هتيجي على الحلقه دي، تظهر مجدك يا رب. اعمال ايدك لا تتركها يا رب بدون افتقاد. ادينا يا رب نعمه من عندك نتكلم حسب كلامك وحسب فكرك يا رب، باسم يسوع امين. امين امين باسم يسوع. طيب قبل ما هنبدا مع الاخت داليا ونناقش فكره حلقه النهارده وهي وتاثير او عنوان الحلقه على مع الاخت داليا لما كانت في الاسلام، كان ايه هي الصور من صور ظلم المرأة اللي كانت شاعرة بيها، وإزاي لما أمنت بالرب يسوع المسيح الوضع اختلف والنظرة اختلف اتجاه الله الحي الإله الحق. لكن في البداية خلونا مع حضراتكم كده أعرض على حضراتكم فكرة، أحبائنا المسلمين إخواتنا المسلمين، هعرض على حضراتكم فكرة ومن خلال الفكرة دي هطرح سؤال. طبعا المسلم او انا كمان لما كنت في الاسلام ما كناش بنربط، ما عندناش ربط الامر ده بالامر ده، فيعني جايه لحضراتكم بفكره وفيها ربط، يعني فيها ربط امر بامر، وعايزه يعني اطرح من خلال الفكره دي سؤال. فانا مش هطول على حضراتكم وهعرض الفكره في الفيديو الاول اللي كل شخص مسلم ومسلمه مؤمنين بيه، لانه حديث صحيح وكله متفق عليه ومتواتر ان اله الاسلام بينزل في الثلث الاخير من الليل في صوره شاب امرض. فخلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو، اتفضل. في حديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا لي هذا الحديث وايضا النزول هذا يا شيخ، هل هو نزول حقيقي؟ نعم هو نزول حقيقي، لكن يليق بجلال الله سبحانه، والله على كل شيء قدير، هو خالق السماوات والارض، خالق العرش، هو قادر على كل شيء، ولا يقاس نزوله بنزول المخلوق، وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، فنثبت النزول، وحديثه صحيح وثابت، فبل ثابت برواية كثيرة، وعده بعض العلماء من الأمور القطعية، ثبوته قطعي. قطعي. متواتر عند بعض العلماء. لا مجال للشك. فالنزول الإلهي ثابت، وهو الإيمان به من الإيمان بالعقيدة، فنؤمن بنزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونقول هو نزول يليق بجلال الله وليس كنزولنا. تمام، فهو نزول قطعي، والإيمان به هو الإيمان بالعقيدة، يعني إن يعني هنسيبنا من في حتة إن هو بياخد صورة، يعني إله الإسلام بيتجسد وبينزل في صورة شاب، هنتجنب النقطة دي لأن دي مش الفكرة بتاعتي، لكن هو بينزل والإيمان بنزوله هو قطعي كالإيمان بالعقيدة، مفيش كلام. أنا بقى تعليقي على حتة أمرض دي، شاب أمرض، فيعني
انا عايزه يعني هوري حضراتكم صوره الشاب الامرد والفتى الامرد قبل ما اعرض الفكره. فانا ممكن اخد فيديو رقم 3 قبل فيديو رقم 2 عشان نشوف الشاب الامرد وبعد كده تاثيره على شيوخ المسلمين وشكوتهم منه. فخلينا نشوف الفيديو رقم 3 ده. انا بعتذر بس هو ده الفتى الأمرد. يعني ممكن والفيديو شغال هقرأ على حضراتكم مين هو من خلال موقع الإسلام ويب مين هو الشاب الأمرد. الأمرد هو الشاب الذي خلى وجهه من الشعر ويحرم النظر إليه بشهوة إجماعا، كما يحرم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة كما قال العلماء. ويجب على من هو في هذه السن أن يبتعد عن ضعاف النفوس ومرضى القلوب، وخاصة إذا كانوا أكبر منه، فهؤلاء قد يكونوا أخطر عليه ممن هم في سنه. ولذلك ننصح الجميع بتقوى الله تعالى وسد هذا الباب عن الكلام قدام حضراتكم عن صحبة المردان والنظر إليهم مع دعائنا للجميع بالهداية. طيب هو بيقول لنا هنا ايه؟ ان الشاب الامرد والفتى الامرد زي ما حضراتكم شفتوا كده خلى وجهه وجسمه من زي ما كانت مكتوب كده الشعر، وبيكون في جمال يعني حسن، عنده جمال وحسن مما بيخلي البعض من رجال المسلمين ينظر اليه بشهوه. فهذا هو الامرد. فخلينا كمان نشوف في الفيديو رقم 2 عرض يعني أكثر وشرح أكثر ونشوف مع بعض عن الشاب والفتى الأمرد. شوف مع بعض. ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان. المردان هم الصغار الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هذا هم المردان. فيهم فتنة، بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء. المردان هم الصغار الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هذا هم المردان. فيهم فتنة، بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء. هل المحرم للأمرد النظر إلى الصغار نظرة إعجاب؟ أنه يحرم النظر إليه كما يحرم النظر إلى المرأة، أنه يحرم النظر إليه كما يحرم النظر إلى المرأة. أنا ممن ابتلي بمحبة المردان. ابتلي الإمام أحمد وغيره نهى عن مصاحبة الفتيان الصغار المردان، لأن فتنة بهم أشد من فتنة بالنساء. نهوا عن مصاحبة الفتيان الصغار المردان، لأن فتنة بهم أشد من فتنة بالنساء. فأنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن ومبتلا بذلك. لابد من مجالسة المدرس للأحداث، يدرسهم ويحفظهم القرآن، ولكن عليك بغض البصر. ولكن عليك. طيب سمعتوا حضراتكم ان المردان او الشاب الامرد او الفتى الامرد هو فتنته اشد من فتنة النساء، فتنته اشد من فتنة النساء. وسمعنا عن المدرس وهنشوف برضو حاجة عن المدرس اللي بيحفظ القرآن لكن بيشتهي هؤلاء الفتيان، والشيخ يعني قال له حاول ان انت تغض البصر. ايه تغض البصر ده؟ بدل ما يقول له انك انت يعني غير سوي، افكارك غير سويه، ويبعده عن الاطفال الصغيرين دول. لا بس غض النظر. لكن الفكره بتاعتي مش دي، الفكره بتاعتي يعني اذا كان هذا هو وصف الشاب الامرد ان هو يعني معاملته زي معامله النساء وفتنته أشد من فتنة النساء، ليه رسول الإسلام اختار أن يكون إله الإسلام جاي في صورة هذا الشاب؟ وماذا لو أن إله الإسلام لما نزل في الثلث الأخير من الليل وجد شاب راجل مسلم بيقيم الصلاة وكده وجاء قدامه، وكان هذا الشخص ممن يفتنوا ويشتهوا هؤلاء الغلمان؟ هيعمل إيه إله الإسلام قدام شخص زي كده؟ هل هيقول له ده أنا إلهك، ولا هيسيبه يتحرش بيه؟ أنا أسفة جدا لكن في سؤال، هي دي الفكرة والسؤال. ليه رسول الإسلام اختار أن يكون إله الإسلام في صورة شاب أمرد تشتهيه أصحاب النفوس الضعيفة اللي بتشتهي الشباب المرد أو المردان؟ ده سؤال يعني الفكرة، وربطتها لكم بمعلوم. من فضلكم ابحثوا، ما تسمعوش بس، من فضلكم
يعني يا الله يخليكم ابحثوا عشان تكتشفوا وتعرفوا الحقيقه، وانتوا بتبحثوا دوروا كده على يعني ايه المثل ده اللي ما لقاش غيره رسول الاسلام عشان يشبه الهكم بيه. طبعا احنا سيبنا من موضوع التجسد، خلي بالكم لان ده تجسد برضو، ان هو ظهر في صوره، في صوره شاب امرد، واخدين بالكم؟ فده موضوع تاني. لكن بقى بالنسبة للمدرس، وده تعليقي عليه، أنا هوريكم يعني لقطة صعبة بصراحة لحصة أو فصل من فصول تحفيظ القرآن، وأنا أعتقد أن ممكن يكون المحفظ ده الشاب أو الفتاة اللي كانت قدامه أثارت شهوته، يعني اتحجج أو اتلكك زي ما نقول في مصر عشان يعاقبها، عشان هو طبعا مشتهي فبيعاقبها هي أو بيعاقبه هو عشان هو لا ياخد الذنب يعني. فنشوف كده، ولو كان عشان بيحفظوا قران ومش بيحفظ حصل كده، فايه الدين ده اللي عشان تحفظوا بالعذاب ده كله الاطفال؟ نشوف مع بعض. سامعين الصراخ؟ ايه الدين ده؟ وبيفتخروا ان احنا اللي حافظين القران. ادي طريقه الحفظ، ادي. هل ده اسلوب وطريقه تليق باله؟ هل في إله محترم يرضى لتابعيه يعمل يكونوا بي 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 بيحفظوا كتابه بالطريقة دي؟ ده إله يعني له من الضعف ما له يعني. طيب ده اللي احنا عرضناه في البداية، إن الشاب الأمرد فتنته أشد من فتنة النساء، وإله الإسلام بينزل في سورة شاب أمرد. فحلوا انتوا الموضوع ده او فكروا فيه براحتكم. طبعا احنا قبل كده عرضنا فيديوهات عن فتنة النساء، وانها رسول الاسلام بيخشى على الرجال من رجاله او المسلمين، هو كده يخشى على المسلمين من فتنة النساء، وكأن يعني النساء دول مش في ضمن المسلمين، حاجة كده لوحدها. لكن خلوني مع حضراتكم في موضوع النهاردة، والفكرة والصورة من صور ظلم الإسلام للمرأة، إن هو دايما ناظرين للمرأة إن هي ناقصة عقل ودين، وإن هي فيها ومخلوقة من درع أعوج، عشان كده هي عندها نقطة أو بيتهموها إن هي غير عفيفة، والحجاب هو اللي هي يعني هيضمن ليها انها تكون عفيفه، وان هي لازم تحجب والا هتعمل المعاصي. فهم دي صوره او هيتحرش بيها، فدي صوره الملامه دايما على المراه ان هي السبب في كل حاجه غير اخلاقيه. فخلينا اوثق ده مع حضراتكم، ممكن نشوف الفيديو رقم 6. وحقيقي مش الراجل ده بس اللي في وقتنا الحالي بيتكلم كده، لكن ده تعليم موجود من اللي قبل كده، وهنعرض كل ده. لكن شوفوا النظرة، أنا أسفة أن أقول النظرة اللي فيها يعني دناءة شوية، نظرة دنيئة للمرأة، نظرة فيها احتقار، فيها يعني فيها ظلم كمان يعني. فنسمع الشيخ ده بيقول إيه. أبص رجلك، امنع بنتك من التليفونات الموديل 2019، التليفونات الجديدة دي. لا، من الممكن مراتي تبقى جنبي؟ مراتي تبقى جنبي بتكلم الراديو على الواتس وانا جنبها تهل ومش حاسس بحاجة؟ من الممكن مراتي تبقى جنبي؟ مراتي تبقى جنبي بتكلم الراجل على الواتس وانا جنبها تهل ومش حاسس بحاجة؟ النساء ما تسيرش الا التليفون اللي هو ما فيهوش لا واتس ولا مزنجة. امنع الواتس وامنع المزنجة، امنع الواتس وامنع المزنجة. بص رجلك، هات التليفون اللي هو ب 100 جنيه و 150. بص رجلك، هات التليفون اللي كله من المزنجر يا جماعة، كله من المازنجر، امنعوا المازنجر. وبعدين حضرتك يا حضرة الشيخ، إذا كنت أنت، أنا يعني بستعير لفظك عشان كده مش هقول سوري، إذا كنت أنت زي ما حضرتك بتقول دهول وبتقول أنا زي الدهول وهي قاعدة جنبي بتراسل الرجال، مال بقى بقية المسلمات؟ يعني مال المسلمات؟ ما يعني أنا كنت مسلمة والأخت داليا كانت مسلمة، يعني زي الشيخ بتاع اللي رديت عليه في الحلقة اللي فاتت، أنتوا عندكم مشاكل في بيوتكم مع بناتكم مع نسائكم، ليه بتعمموا الفكرة على غيركم؟ فدي صورة. خلينا بقى نشوف صورة تانية برضو من ظلم الإسلام للمرأة أو الشيوخ المسلمين كمان، ودول مش بيتكلموا من دماغهم يعني، عشان في ناس يقولك دول الشيوخ اللي كذا، دول اللي مبوظين الإسلام ومشوهين صورته. لا، هم دول ما جابوش حاجة من دماغهم، ده كله في الكتب. فخلينا في الفيديو اللي جاي نسمع كمان. تفضلوا. تتم مقهرنة على المرأة
العالم. معلش يفجوا من الأول عشان في الأول. أعتقد أن العمليات الجنسية تتم قهرًا على المرأة. مش ممكن ده ربنا مديها أنفاس مخصوص ما يقدرش الراجل يفكها. يعني عمل حفاظ ذاتي وحزام عفة في نفس الوقت. لو عملت رجليها بشكل مخصوص لا يمكن. إلا إن كانت هتقول بقى سيبهم ما يجي العسكري. دي أخلاق. إلا إن كانت هتقول بقى سيبهم ما يجي العسكري. طب ده شيخ وليه تابعين وبتقولوا عليه علامة، هل دي أخلاق؟ يعني واحدة يعني بتغتصب وبيعتدى عليها وبستلام بالشكل ده، وإيه موضوع مديها قرفصة؟ يعني أعتقد أن الشيخ الشعراوي يعني هزم علماء أو الدكاترة والمتخصصين في علم التشريح الإنسان، ما وصلوش حقيقي لهذه القرفصة أو اللي قال عليها الشعراوي اللي موجودة عند المرأة فقط. يعني دي أخلاق؟ يعني شوفوا أخلاقه إزاي وهو بيلوم المرأة. طيب نشوف مثال تاني، نشوف الفيديو اللي جاي. عمي تحرش فيني، خالي تحرش فيني، جدي تحرش فيني، أخوي، عمي من الرضاعة، كل واحد منكم أنت. شوفوا لبسكم مخلص، تلبسين مخصص، تلبسين ضيق، تلبسين شيء فاتح عن صدرك وتقولين تحرش فيني. تعينون الشيطان، لا تعينون الشيطان على إخوانكم. أنتم السبب ترى والله العظيم، أنتم السبب ترى والله العظيم. طيب أختي داليا، بعد اللي سمعتيه حضرتك عايزة تعليقك، تفضلي. يعني صراحة أختي نورة كلام يوجع القلب كده ويزعل قوي، مش عارفة إزاي الناس ممكن تصدق إنه في إله ممكن يسمح بكل الحاجات اللي بتحصل دي، وإيه الظلم الرهيب اللي فرقت بين الرجل وبين المرأة دوت. يعني لما يقول لك التليفون وهي قاعده جنبه بتراسل حد، طب الثقه انعدمت تماما، يعني ما فيش ثقه في مراتك خالص اللي جنبك، وهل هي لو عايزه تكونك مستنيه التليفون عشان تراسل حد؟ هي هتكونك على فكره غصب عنك بما انك يعني محدود كده في تفكيرك. يعني والشيخ الشعراوي بيقول لك ربنا مديها قرفصه رهيبه، يعني طب والبنات الصغيرين يا شيخ شعراوي اللي بيتعرضوا للتحرش من وهم 7 أو 6 سنين زي عيشة كده الله يمسيها بالخير، يعني وهل يعني هل الست إنسان آلي؟ يعني عضلاتها أقوى من الإنسان الآلي وأقوى من الراجل، دي حاجة غريبة جدا يعني. والتاني كل حاجة بيرموها اللوم على المرأة، اللوم على المرأة. طب ما في ستات منقبات وبيتعرضوا برضو للتحرش، يعني الموضوع ملوش دعوة باللبس خالص. أنا صراحة يعني ربنا كده كل مرة بحس قد إيه النعمة اللي ربنا حطنا فيها، وإنه كل القشور انسكبت من قدام عينينا وشفنا نعمة ربنا. يعني لو خدنا كل كلامهم ده دليل إن إحنا مولودين بالخطية، ده دليل إن الإنسان ضعيف جدا وطول الوقت نحتاج لمخلص أعظم منه، لأنه جربنا كل الحلول ومش نافعة. الست اتنقبت مش نافعة، طب اتجوزت وهي صغيرة مش نافعة، طب نعمل إيه تاني؟ اتجوزت 4 فوقيها وبرضه مش نافع. الإنسان محتاج لتدخل إلهي، يعني لوحدي ولوحدك والوحدة أي حد في الدنيا مش هنقدر، مفيش حل. الحل الوحيد إن محبة الله الحقيقية تنسكب جوه قلوبنا. للراجل يعني في ظلم رهيب ينسكب على المرأة بطريقة مفيش حد أبدا يستوعبها ويقبلها، إنسان ما يقبلهاش، إزاي الله هيقبلها يعني؟ أمين. طيب في كمان عمرو خالد، قبل كده يعني عرضت حلقة، عملت حلقة عن رده على لوحدة مسلمة بتعاني من ظلم الإسلام ليها، وطبعا هو ردوده يعني زي الرد اللي هنسمعه لوحدة تانية. فهو بيقول، حتى هو بيقول يعني الأسئلة دي بتتكرر، يعني المسلمات فعلا شاعرين بالظلم، لكن للأسف الردود يعني هي عايزة تسمع رده خلاص، مع أن الردود يعني غير أمينة وغير أكاديمية. خلينا نسمع في الفيديو ده السؤال اللي سألته الأستاذة لعمرو خالد وهو رد بإيه، ونسمع رأي القرآن في رده اللي هو ما ردهوش، تفضل، اللي هو مش رد يعني، تفضل. كتير أسماء
من ليبيا. اسماء بتقول المرأة مظلومة في الإسلام. صحيح. بتقول ليه الكلام دايما على المرأة في الإسلام بصيغة ان هي لازم هي تعمل كل حاجة، يكفرنا العشير، بيدخلوا النار، المرأة لازم تطيع زوجها وتبقى كذا. انا ساعات وقالت بقى كلمة شديدة، انا ساعات بقوم شكة في عدل الله. ليه كده التركيز على المرأة ان هي دايما اللي تبقى الطرف اللي مطلوب منه كل حاجة والرجل هو السيد الكريم؟ بص يا اسماء، الكلام اللي انت بتقوليه مش صحيح، غير صحيح. اولا منطقي، هل يعقل ان الاله يكون عنصري؟ استغفر الله العظيم، ما يبقاش اله. الاله يفضل جنس عن جنس. احنا البشر بنعمل الحاجات دي وبنبقى زعلانين منها، وربنا في القران يقول لنا اوعوا تكونوا عنصريين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهم درجة، وللرجال عليهم درجة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اسمع يا شيخ عمرو. للذكر مثل حظ الأنثيين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. صدق الله العظيم. أتمنى يكون يعني سمع. هو كل ما بيرد كده مش معقول، يعني ربنا هيظلم حد؟ أنت يعني هي الموضوع يعني مش معقول، وبوجهة نظرك أنت فين؟ هات لنا حاجات مكتوبة، إحنا جبنا لك أهو من القرآن، ده القرآن وحده، ده السنة يعني فيها وفيها عن المرأة، لكن مش دي وبس. خلينا نشوف بقى في الفيديو اللي جاي واحدة برضو مسلمة برضو هتقول لنا هي تركت الإسلام ليه. نشوف مع حضرتك، لو نكبر الصورة لأنها فيها ترجمة، تفضل. نكبر الصورة. The most wonderful part of living Islam. The woman, just the feeling of being a whole person, is the most wonderful part of living Islam. لو ممكن نكبر. If you ask me honestly, the best part is I don't have to listen to these ugly men who are really less educated than myself telling me who to be or how to live my life. طب انا مش عارفه هل الفيديو اتشاف ولا لا، لكن هي بتقول ان هي اختارت ان هي تخرج من الاسلام عشان هي كده شعرت بانسانيتها، ومش في الرجال اللي هم الدين اللي بيتكلموا من الدين ان هم يتحكموا في كل تصرفاتها. والغريب ان هو يعني المفروض ان المراه المسلمه محجبه قاعده في بيتها، ليه كمان وهي في بيتها تتحكم فيها؟ يعني هنشوف مع بعض بيقول لها، بيفتي حتى في شعرها، ومش في ان هي يعني شعرها مسرحاه ولا سايباه، في بيتها بيقول لها وانت في بيتك شعرك المفروض يكون الفرق بتاعه على اليمين وانا على الشمال. نشوف مع حضراتكم الفيديو ده. ما حكم فرق الشعر من الأمام من جهة اليمين وتسريحه إلى جهة اليسار؟ يعني بالنسبة للمرأة يعني شعرها إما أن تفرق من النص، مثلا تفرق شعرها من النص وتجعله قسمين، هذا هو الذي كان عليه أمهات المؤمنين والصحابيات كما وردت بذلك الأحاديث والآثار. وأما يعني فرق الشعر من طرف دون آخر، هذا مما كرهه بعض العلماء، ويحملون قول النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ذكروا من جملة ما ذكروا مائلات مميلات بشعورهن، حيث إنهن لا يفرقن الشعر باعتدال، وإنما يكون فيه ميلان يميل طرف دون طرف. فأنصحك يا أختي الفاضلة تبتعدين عن هذا، خاصة وأن أهل العلم ذكروا هذه المسألة. تبتعدين يعني عن هذا، خاصة وأن أهل العلم يعني وما لها، يعني هي أهل العلم قالوا لها امشي متكفنة في الشارع بالنقاب ولا بالحجاب، فانتوا مالكوا في البيت تقعد ازاي؟ انتوا مالكوا تعمل شعرها على اليمين ولا على الشمال؟ حاجه ناقص يقولوا لها اتنفسي كمان ازاي؟ عارفين. وبرغم كده، وعشان ارجع للاخت داليا، برغم كده يعني المراه حتى في الشارع، في فيديو لشيخ هو معايا بس غالبا ما عنديش وقت ليه، بيقول لها هي خارجه منقبه، يقول لها يعني الله سلط عليك شيطان لانك لعلك تنظرين الى اليمين والى اليسار وتقولين له ها انا، انظر لي ها انا منقبه، ويقول ان هي بتبص للرجل بعينيها يعني مش سايبينها تماما في حالها. لكن الرجل لو عمل يعني كبيره من الكبائر تتحسب له شبهه،
ودي حقيقي حاجة مؤسفة ومضرية ومفيش فيها عدل في نفس الوقت. خليني أوريكم أوري حضراتكم يعني لقطة أو مثال لنوعية الأفكار دي أو التضليل أو يعني التكتيم على عمل الرجال واحتساب أي فعل ولو من الكبائر شهوة ليهم. لا الفيديو رقم 14 ده فيديو أختي لو في وقت ممكن نشوفه، لكن شوفوا حضراتكم التبرير لفعل مشين زنا للرجل بيبرر له الزنا ازاي، وشوفوا اتفرجوا. شهد جامع غير زوجته شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا أو ظنته أيضا زوجها، ثم تبينها ليست زوجته لا يقام عليه أحد ولو اعترفها بذلك لأنها وقعت شبهة ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد وجودي. طيب هو انا مش فاهمه هما بيتكلموا الناس دي عايشين فين، يعني رجل دخل على امراه ظنها امراته وحصل كده ولا يقام عليه الحد حتى لو اعترف، ليه؟ لانها شبهه. يعني ايه الجمال ده؟ يعني الرجل المسلم يعمل هو عايزه اي حاجه هو شبهه حتى لو يعني هو اعترف وهي لا والصدفه، يعني ما اعرفش هو دخل ازاي بيت غير بيته ووجد يعني واحده نايمه وما اعرفش عمل ايه، دي ما اعرفش دي غالبا حيوانات الكلمه طلعت نصها فلازم تكمل، لكن يعني بعتذر لبعض الحيوانات لان الحيوانات في بعض الحيوانات عندها خلق في هذه المسائل يعني، لكن واحد دخل على امراه ما اعرفش جت قدامه ازاي وحصل من غير ما ياخد باله هي دي مراته ولا مش مراته، وهي كمان ما خدتش بالها ان ده جوزها ولا مش جوزها، ما اعرفش ايه ده. يعني ايه التعليم ده؟ ايه الاخلاق دي؟ ولا يقام عليهم الحد حتى لو اعترف، ليه؟ لانه رجل. دي شبهه هو ما خدش باله يا جماعه، هو ما خدش باله. طيب يعني انا بعتذر اخت داليا لكن لو عندك تعليق اتفضلي. بعتذر يعني ان يكون التعليق على الامور دي. لا ولا يهمك، يعني ما دي الحقيقه للاسف الحقيقه الموجعه يعني، بس صراحه التعليق اللي عندي بعد ما كل دوت خلاص الناس سمعته والناس فاهمين كويس، الناس يعني سوري مش أغبية أخت النور، الناس فاهمة كويس جدا بس بيحاولوا يغطوا على الحقيقة دي عشان خايفين من اللي جاي يعني. بس مثلا حاجة من الحاجات اللي أثرتني في حب المسيح مثلا في الأول، بس من الحلقة اللي فاتت في حد كتب كومنت قال عليا دي شكلها مسيحية ومن أب وأم مسيحيين وكلكم كذابين. هو أنا التعليق ده على فكرة ما ضايقنيش خالص، أنا ليا كل الشرف ويا ريت كنت أتمنى من كل قلبي إن أمي وأبويا وأهلي كلهم كانوا اتولدوا مع المسيح من الأول، فشكرا للي كتبت التعليق ده أو اللي كتب التعليق دوت، ودي حاجة صراحة بتأكد لي إن نعمة ربنا شملانة يعني. تعليقي بقى على اللي حصل دوت دلوقتي انه شوفي مثلا المسيح لما جابوا له امراه ثانيه مسكوها بذات الفعل، جابوها وهي في ذات الفعل كانت بتزني، رموها قدامه وقالوا له انه موسى قال لازم نرجمها عشان تموت حسب الشريعه لانه هي كانت بتعمل خطيه. رد عليهم المسيح وقال لهم طب وانتوا كلكم من غير خطيه؟ سكتوا ما حدش عارف يتكلم وسابوهم كلهم، ده في يوحنا 8:1-11 وكلهم مشوا. بص لها المسيح اللي هو إله الكون كله غصب عن أي حد اللي هو روح الله وكلمة الله اللي من حقه يدين على فكرة، بص لها وقال لها هل في حد من الناس اللي واقفين دينك؟ بصت قالت له لا، قال لها ولا أنا كمان بدينك، اذهبي ولا تخطئي. أنا أعتقد أن الست ديت يعني كان كأنه كتب لها عمر جديد، كتب لها حياة جديدة. فده المسيح بيتعامل كده مع المرأة، بيبص لها بنظرة إنسانية، بيبص لها بنظرة كلها احترام وكلها محبة. لما تيجي حاجة تانية مثلا في الكتاب المقدس عن نزيفة الدم في العهد القديم أو في التوراة عند اليهود، خلينا نقول لما المرأة بتبقى نزيفة الشريعة بتقول عليها نجسة، إنه حتى ما حدش يسلم عليها، ما حدش يقعد مكانها، دي فضلت تنزف لمدة 12 سنة، الناس كلها قرفانة منها، الناس كلها بعيدة عنها لأنه بالنسبة لهم هي ملعونة. جه المسيح بلمسة واحدة شفاها وعوضها عن كل السنين اللي هي عاشتها، وقال لها كمان دعاها قال لها يا ابنة، وده كان الحادثة الوحيدة في الكتاب المقدس اللي المسيح قالها بطريقة مباشرة يا ابنة، يعني خدها نسبها لنفسه. فبص الفرق، مفيش فرق، ما ينفعش نقارن بالناس. شايفة المرأة وقنبلة موقوتة إنها تمشي في الشارع تعمل كارثة، تقعد في بيتها عاملة كارثة، يعني طب ربنا خلقنا ليه؟
هل ربنا خلقنا يعني قال حضرتك ان انت تستخدمنا بس؟ يعني حاجه بصراحه بصراحه مقرفه جدا. طب في ستات بجد بتقرف يعني، يعني ارحمونا شويه يعني. يعني الموضوع ما ينفعش اقارن، ما فيش مقارنه يعني. انا اسفه ان انا بقارن اساسا. أمين حبيبتي أمين. طيب خلينا يعني حضرتك قلتي إن عن اختبارك وتعليق الأخ إن بيقول طبعا هما دايما بيتهموا إن إحنا بنكذب وبنمثل الكلام ده. لا فأنا يعني هطلب من حضرتك، بس اسمحي لي أخد بس تليفون الأول، هطلب من حضرتك تدينا يعني نبذة مختصرة عن اختبارك عشان اللي يعني اللي ما شافش الحلقة أو سمع اختبار حضرتك يبقى وصلت له الفكرة وعرف مين الأخت داليا. خلينا في الأول ناخد تليفون معانا الأخت نهال. أهلا بحضرتك. سلام ونعمة يا أخت نورة، سلام الرب حضرتك وبالضيفة المباركة الأخت داليا. وأنا عادة في البداية بشكر حضرتك، بس النهاردة لازم أقولك ربنا يسامحك يا أخت نورة على الفيديوهين اللي عرضتيهم في البداية. بأمانة الله I feel sick. يعني إيه أعذب طفل بالضرب بهذه البشاعة علشان يحفظ القرآن؟ ده يعلم الله لو عندنا في إنجلترا أو في أي بلد متحضرة يعتبر children abuse، وما يقوم بهذا التعذيب يجب أن يسجن. صح. أما عن الشاب الأمرد دي بالنسبة لي جديدة لنج، وهعيدها تاني لحسن حد يكون شاهد الحلقة متأخر ويفوتوا هذه المعلومة. يا جماعة ده حديث صحيح بيقول إنه إله الإسلام هينزل في الثلث الأخير في سورة الشاب الأمرد، أي الذي عنده ما عندوش شعر سوري، والفتنة بهذا أملس. الأمرد أشد من فتنة النساء أمام الله. أقول الصدق في المسيح لما بسمع عن إنه في ناس ماشيين وراء تعاليم مثل هذه، قلبي بيوجعني جدا من جوه. إزاي إبليس بيقدر يعمي الأذهان إلى هذه الدرجة؟ وأنا هنا بكلم كل مشاهد، يعني إيه تقبل إن الله بيتجسد في صورة شاب أمرد، ولا تقبل وترفض بشدة إن الله يتجسد في صورة إنسان بلا خطية؟ أين المنطق يا جماعة؟ صحيح. أما تعليقي على ظلم الإسلام للمرأة، فأنا عايزة أرسل تحية خاصة بل وأرفع القبعة للأخت أسماء اللي عرضتيها اللي سألت الشيخ عمرو، لأن دي بتمثل عدد كبير قوي من النساء، لأنها عرفت تسأل وتستنتج إنها لو قبلت هذه التعليم يبقى ده إله عنصري وغير عادل بالمرة. صح. فأنا بناشد كل امرأة بتفتخر إن عندها عقل تحط حد للمهزلة دي، وتكون بالشجاعة الكافية وتقول إناف إز إناف، هذا ليس إله على الإطلاق. بل أتجرأ وأقول إن سوري إن الدين الإسلامي كل ما هتتأمل في تعليمه هتكتشف إن هو دين ذكوري. وألف مبروك يا أخت داليا، وأصلي إن الرب يستخدمك بكل قوة لعدد كبير من النساء اللي عايزين ياخدوا قرار زي حضرتك بس خايفين. أمين. ورب يبارك. شكرا شكرا. معنا ابن الرب من مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك انا بحب البرنامج بتاعك جدا، وبتمنى ان اطلع معاك في الحلقه. اشكرك اشكرك جدا. اتفضل حضرتك، شرف لي مشاركتك. حضرتك انا عضو جديد على فكره. بجد مجدا للرب، مبروك، الف الف مبروك. طب ممكن تدينا يعني فكره يعني ازاي قبلت شخص الرب يسوع المسيح مخلص وفادي لحياتك؟ لو في عجاله يعني من يوم ما اتنقلت للمسيح وانا حاجه تانية، واتغيرت جدا من جوايا. امين. حسيت بارتياح جدا. امين. حضرتك هو موجود معانا ولا الخط قطع ولا ايه؟ طب يعني فقدنا الاتصال بحضرتك، يا ريت لو تقدر تتصل تاني. ورائعه جدا جدا حضرتك قلت انتقلت او انتقلت الى المسيح، لان هي دي حقيقه الايمان العابرين عموما بشكل عام، ان بننتقل الى المسيح، للايمان بالمسيح، لا ننتقل الى دين. احنا مش بنغير دين يا جماعه، احنا بننتقل للمسيح، بنؤمن بالمسيح، بنتبع المسيح، محبة المسيح، تعاليم المسيح بيغطينا، خلاص وفداء المسيح، متبررين بدم وعمل المسيح. احنا بنيجي كعابرين للمسيح، مش احنا مولودين في أسر مسيحية ونلنا طبعا اسم اننا مسيحيين كديانة، لكن احنا بننتقل للمسيح وليس
إلى الديانة المسيحية. مبدئيا كده بيكون انتقالنا وعبورنا إلى شخص الرب يسوع المسيح. معانا الأخت فريال، أهلا بحضرتك، وبعد كده معانا مدام سيلة من مصر. تفضل أخت نورة. سلام ونعمة المسيح سلام معك عزيزتي ومع الأخت داليا، الرب يحفظكم ووسع تخومكم باسم أمين. الرب يسوع. أختي نورة، الفيديو اللي عرضتي هذا الشيخ أبو العريف اللي قال للمدرس اللي جاي يحفظ القرآن للأولاد اللي الصغار اللي ما عندهم شعر، يعني واحد حتى الكلمة مقززة، فيقول له أنت حفظ القرآن لكن لا تنظر إليه، لكن حول عينك من علينا. يا شيخ يا أبو العريف، أنت ما تعرف أنه الأفكار الشريرة نعم صح، الأفكار الشريرة تخرج من القلب، أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة، زور، تجديف، وليس من العين، مثل ما قال رب المجد له كل المجد يسوع المسيح. وثم الشيء الآخر اللي عن التحرش اللي طلع الشيخ الآخر اللي يقول أنه سبب التحرش بالنساء هي المرأة نفسها، النساء المسلمات بسبب يلبسون البنطلون الضيق والملابس المكشوفة وغيرها، يعني خافوا من الله شوية. التحرش أيضا بالنساء المحجبات، صحيح، وده اللي قالته الأخت داليا، لابسين الخيمة والنساء المحجبات، وحتى في الحج يوجد التحرش الجنسي، لكن مثل ما قالت الأخت الدالية الرب يبارك، تحتاجون إلى تدخل إلهي من الإله الحقيقي القدوس الرب يسوع المسيح حتى يطهركم وينقيكم وتصبحون خليقة جديدة. آمين. ونصلي من أجلكم. آمين. شكرا آمين. أختي نورة، الرب يبارك. شكرا ليك يا أخت فريال. طيب فقدنا الاتصال بالأخت سيلة، ممكن حضرتك تتصلي تاني، بعتذر، عارفة الاتصالات من مصر صعبة، لكن لو قدرتي أهلا بحضرتك. طيب اتفضلي أخت داليا، قولي لنا بقى يعني نبذة كده عن اختبار حضرتك وإزاي قبلتي شخص الرب يسوع المسيح، عشان عايز أعرف برضو منك كامرأة إزاي شفتي الله الحقيقي ومعاملته معك. اتفضلي. أمين. أنا الله كان بيتعامل معايا من عمر صغير جدا، من يمكن وأنا عندي 5 سنين الله بدأ يبعت لي أحلام وشوية إشارات كده إن أنا أتعرف عليه، لأن أنا كان جواي فعلا في شهوة نفسي أعرف ربنا، لأنه وبس مش الأب اللي هو الإله، سوري، مش الإله، مش الرب اللي هو الإله، بس كان نفسي أعرف ربنا بالطريقة اللي هو أبوية الأب يعني. ولحد ما وصلت لعمر ثانوي بدأ حلمت حلمين فرقوا جدا في حياتي. حلم منهم كان في المدرسة بتاعتي، حلمت ان انا طالعة رايحة المدرسة في الشارع وصحابي بيقولوا لي ان رسول محمد مستنيني في الفصل بتاعي، ولما طلعت الفصل بتاعي ما لقيتوش محمد، لقيته المسيح، وكنت اول مرة في حياتي اشوف المسيح، ولا حتى كنت بشوف صور مسيحية بالعادة يعني. عرفت منين ان هو المسيح؟ هو من نظرة عينه قال لي انا المسيح. وساعتها لما دخلت وقعدت وحضرت الكلام اللي كان بيقوله، كان بيعلم بالضبط انه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم، وبيشرحها بالتفصيل. انا ما كنتش عارفه ان دي ايه في الكتاب المقدس، وخدت الكلام وسوري وصحيت من النوم وانا مش فاهمه فيه ايه، لان كنت مراهقه، كنت في سن المراهقه. وتاني يوم لما حكيت تفسير الحلم المدرسة بتاعتي فسرته بطريقة أنه أنا عشان مش محجبة ربنا بيطلب مني أن أنا أتحجب، فبيبعت لي الأنبياء والرسل عشان يقولوا لي ألتزم إزاي بالدين. اتضايقت ساعتها من التفسير وما خدتش وديت في الكلام وسكت لحد ما وصلت لعمر الجامعة. وأنا في الجامعة اشتغلت في شركة، كان معايا واحدة مسيحية في الشركة، وبعد سنة من وقت شغل دوت هي بدأت تتكلم معايا بجراءة جدا، لأنه أنا كنت بحبها وكنا صحاب أنا وهي. حياتها بصراحة لوحدها كانت بتبشرني، كانت مخلياني شايفة قد إيه محبة ربنا باينة عليها والنعمة باينة عليها، وفي نفس الوقت اللي هي كانت بتمر بيه كان مؤلم شوية، إنه جوزها كان بيأذيها وكان بيضربها، وهي كانت لسه متقبلة بمحبة وبسلام وبتصلي له. فلما كلمتني عن المسيح أنا حسيت إن أنا غيرت جدا من الكلام الحلو اللي هي قالته. خدت دراسة لمدة سنة بالضبط ببحث في القرآن الأول،
ودورت في كل تفاسير القرآن، دورت في كل الصحابة، كتب الصحابة والغزوات اللي اتعملت، وعملت بحث كده بسيط، وفي النهاية وصلت ان انا قفلت من الإسلام تماما بسبب التفاسير وبسبب الظلم اللي كان بينتكب جدا على المرأة في الوقت دوت وعلى الناس الضعيفة. لحد ما عديت سنة بالضبط من البحث، ووصلت كده لمرحلة انه انا عارفه ان في الله موجود، بس انا مش عايزه ابقى موجوده معاه بالطريقه دي، انا خايفه منك وانت موجود في الاسلام. فتحديت ربنا وقلت له النهارده اخر يوم ليك معايا، لو ما كنتش انت تظهر لي بذاتك وتوريني انت مين، انا بكره هصحى من غير اله، هعيش ملحده احسن لي بدل ما اعيش بالطريقه اللي انا عقلي البشري الضعيف اللي انت اديتهولي مش قادر يصدقها ولا قادر يتقبلها. ساعتها اشترطت كمان عليه انه يبعت لي حد من الناس اللي ماتت وراحت بعد الموت وشافت الحقيقة، لان كل الناس بتؤمن ان بعد الموت خلاص ما فيش حاجة مستخبية، انت يا واقف قدام الله يا واقف من غير الله. فساعتها حلمت، خالي كان ميت بقاله فترة طويلة جدا في الوقت دوت وانا كنت بحبه قوي، حلمت ان انا موجودة عنده في البيت ماسكه كتاب مقدس بقرأ فيه، ولما شفته خفت منه لأنه كنت بحبه، بس هو كمان كان شديد شوية في تعامله، يعني كان جد كده جدا. فأنا خفت منه لأنه الفكر اللي هيجي في دماغه على طول إنه أنا بلحد، إن أنا بكفر، إن أنا برتد عن الدين، هيكون رد فعله ممكن يضربني ممكن يعاقبني. خبيت الكتاب المقدس، هو وصل لحد عندي وجاب الكتاب المقدس وحط ايدي على ايده وقال لي وشاور على الكتاب وقال لي انت ربنا بيحبك قوي ولك هو ده الطريق والحق كملي فيه. صحيت انا ساعتها من النوم، في ساعتها من كتر ما كانت اللحظه ديت قويه جدا ومش مجرد حلم، انا عينيا كانت لسه بتوجعني من كتر الاضاءه اللي انا شفتها والدموع اللي انا كنت بعيطها في الحلم. ساعتها بدات من اللحظه ديت ادور بجد على المسيح، ودورت الكتاب المقدس وبحثت كويس واتلمست. من خلال تدويري عن الكتاب في الكتاب المقدس اكتشفت حاجات كتير جدا كانوا بيعلموها لنا وبيشربوها لنا بطريقة غلط، يعني مثلا الكتاب المقدس محرف، طيب لو الكتاب المقدس محرف فين النسخة الأصلية؟ طب وليه اتحرف؟ طب امتى اتحرف؟ طب اتحرف قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ طب اللي حرفه دوت كان هدفه ايه؟ ليه يشيل اسم نبي معين من الكتاب المقدس؟ طيب لو اتحرف ليه ما شالش ضعفات الانبياء اللي موجوده في العهد القديم اللي هي بتذكر الله استخدمهم رغم ضعفهم دوت عشان يظهر ان هو المجد يرجع له هو، مش 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 خلينا نقول مش بذل من شخص معين. طب ليه الضعفات دي كلها ما اتشالتش برغم انه احنا فاهمين كويس جدا لغايه النهارده في ناس عندها نظرة سطحية جدا لسه بتستخدم الآيات الكتاب المقدس من العهد القديم وبتدين العهد بتدين الكتاب المقدس بيها، مع انه بالعكس انت يعني لو تقرأ الإصحاح من أوله هتفهم الكلام ده اتقال ازاي وايه الحدث وايه الزمن اللي ربنا قال فيه كده او النبي اتعمل فيه كده. فحسيت انه فكرة التحريف الكتاب المقدس دي فكرة غير صحيحة تماما وملهاش أي علاقة بالصحة. وتاني حاجة كانت فكرة الصلب، كانت برضو بالنسبة لي حاجة صعبة جدا عليا، ربنا كلمني فيها في خلال السنة الثانية في بحثي عن الله من جوه الكتاب المقدس، إنه لو كان الله أو خلينا نقول إنه لو كان شبه لهم زي ما القرآن بيقول، ليه يا رب سبت الناس تؤمن بشخص فيك بشخص غير حقيقي على كتاب على الصليب، وشافوه هو واقف على الصليب وعارفين ان هو ده يسوع المسيح اللي معشرينه بقالهم 30 سنه وعارفين ان هو اتصلب ودخل القبر، ليه سبتهم يعيشوا في وهمهم دوت لمده 600 سنه او اكثر وجاي دلوقتي تقول لي ده كان شبه لهم؟ لا ده ما كانش هو. طب ليه ما محيتش الصليب؟ ليه ما كسرتش الصليب؟ ليه ما عملتش ايه عظيمه تقول انه اللي هيحصل دوت غلط؟ فكان بالنسبة لي المسيح اتصلب، وبشهادة من القرآن بتقول إنه السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فمعنى كده المسيح بيقول على نفسه من خلال القرآن إن السلام علي يوم ولدت يوم أموت يوم أبعث حيا. طيب ما هو ليه ما قالش يوم يشبه به أو يوم أنسحب للسماء وبعدين أرجع لكم وأموت
يعني في كده كلام متناقض، فساعتها كمان ربنا نور عيني في الحتة دي وعرفت ان الصليب حقيقي، واللي وقف على الصليب ده كان روح وكلمة الله المتجسد كده على الأرض. بس فهو ده بالمختصر المفيد اختباري. بس لو في أي أسئلة يعني أنا مش عايزة أخد وقت أطول من الحلقة. ده يعني خدي براحتك، رائع جدا، الرب يباركك حبيبتي. وانا بشكر الرب جدا ان كمان انت بتخدمي الرب كمان، مش بس انك انت قبلتي شخص الرب يسوع المسيح بس، لكن انت بتوصلي وبتحاولي وبتصلي كمان من اجل كل الناس اللي بتشاركي معاهم ايمانك وبتقدمي لهم رساله المسيح. اسمح لي اخد بس عشان تليفون من مصر مدام سيلا وارجع لحضرتك عشان نكمل الوقت الباقي، واسمع من حضرتك ازاي شفتي كامراه، ازاي شفتي الله الاله الحق الحقيقي وتعامله معاكي. طيب مدام سيلا اهلا بحضرتك، اتفضلي. سلام المسيح معك اختي الغاليه. سلام الرب، اهلا بيكي، اتفضلي. والاخت المباركه داليا ربنا يبارك حياتها. بصي أختي، فعلا زي ما قال الإنجيل مجدهم في خزيهم، برغم كل التناقضات الكبيرة جدا في القرآن، في إنك جبتي حتة من القرآن الرجال قوامون على النساء لما أنفقوا. طب هو ما كانش القرآن عارف إن معظم الستات هم المعلات في البيوت؟ يعني مثلا يقول في الشرق الأوسط السيدات أكتر ناس هم اللي بيعولوا رجالهم. على فكره القران ما بخدمش الراجل، بالعكس ده حط عبء اكتر عليه انه يكون شرس ويكون عنيف ويكون ما يشكش ان هو بيجرم في حق ان هو شريكه الحياه بدون ان يفعل، ده غير ان هو نزل مستوى المراه لاحط درجه صحيح ممكنه. للاسف ده مش الاله الحقيقي للاسف. ربنا يفتح العيون ويشوف نور المسيح الحقيقي زيك وزي داليا وزي كل العابرين. ربنا يبارك. امين. هنشوف في قبل ما ارجع للاخت داليا، هنشوف يعني الكلام مدام سيلا خلاني يعني هعرض الفيديو اللي كنت ارسلته ده، هعرضه على حضراتكم. شوف يعني شفنا الشعراوي وشفنا الشيخ بتاع مازنجر بيقول ايه. فيعني قد ايه مسفهين المراه، متهمينها في اخلاقها، اكنها يعني اكن الاله دوت عمل كائن بس ما عرفش يظبط الاخلاق جواها. يعني انا ما اعرفش يعني ايه الفكر ده عن المراه، ليه كده؟ طيب نشوف الشيخ ده. من فضلك عزيزتي المسلمه، اسمعي وشوفي مكانتك، لانك انت بالفعل مظلومه من كل الجهات في الدنيا وفي الاخره حقيقي. فاسمع في امور النساء، القيم عليها زوجها، القيم عليها ابوها، القيم عليها ابنها، القيم عليها اخوها، القيم عليها قرابتها من الرجال يضبطون المرأة، وإلا إذا تركت المرأة وهواها ضاعت. يا خبر، المرأة ناقصة عقل ودين، لا عقل لها ولا دين لها، هي بحاجة إلى من يقوم عليها مثل السفيه مثل المعتوه الذي لو ترك لأهلك نفسه وضيع ماله وضيع دينه. اتقوا الله عباد الله، في نسائكم، في بناتكم، في زوجاتكم، في نساء المسلمين. يعني أسفة عزيزتي المسلمة على الكلام اللي سمعتيه دوت، وكأنك مش إنسانة، يعني ابنك يبقى مسؤول عنك، لأن أنت يعني زي ما قال كده، أنا مش عايزة أعيد الكلمات لأن فيها إهانة حقيقي، فيها إهانة. ولو تركت لهواها وسفيها إيه ده؟ إيه الوصف ده؟ وبعدين لو هي بكل الصفات دي، هل العيب فيها ولا في اللي خلقها ولا في إله الإسلام اللي صنعها بكل هذا التشوه الخارجي والداخلي؟ ما تقبليش على نفسك كده، من فضلك ما تقبليش على نفسك كده. ولو بصي مستخدمينك كواجهه للاسلام، حجابك في الدول الغربيه هو ده منظر المسلمه، في الدول الاسلاميه انت متحجبه ليه؟ عشان لا يفتتن الرجل من شكلك ومن شعرك ومن جسمك وبسببك يدخل النار، لا هو يدخل الجنه وانت لو دخلتي الجنه، لو زوجك قال اوكي خليها تدخل، لو كنت بقى واحده من عدد وقال لا انا مش عايز دي هتقولي بس دول، لو دخلتي الجنه هتكوني واحده من 100 الرجل، يعني
مش عايز اقول الحديث تاني، لكن هتكوني واحده من 100 عذراء يفضي اليهم الرجل في اليوم الواحد وبيرجعوا له بعد كل مره عذراء، يعني واحده. يعني لو عملنا الحزب حسبه كده انك انت واحده من 4 في الدنيا، يعني انت بالنسبه للرجل 25%، انت في الجنه واحده من 100، يعني يمكن كمان ليه 100 وانت بره، يعني زيرو. فمن فضلك فكري من اجل حياتك الابديه، انت مستخدمه وزي ما شفتي وصفك من الشيخ. اتفضلي اخت داليا، كلمينا بقى عن الاله الحقيقي، عشان كده احنا في الدقائق الاخيره وعايزين يعني نختم بحاجه تفتح النفس بصراحه. اتفضلي. امين امين. بصي اخت نور، الموضوع بمنتهى البساطه، لو انت عايز اخويا او اختي اللي بيسمعونا دلوقتي، اول حاجه كده حكم ضميرك، اقف قدام نفسك كده شويه واسال نفسك، طيب لو النهارده انت مت هتروح فين النهارده؟ هتروح على النار ولا هتروح على الجنة؟ طب لما تقف قدام ربنا ويقولك انت بناء على ايه جاي تقف قدامي؟ هل انت بحثت عني بالعقل اللي انا اديتهولك تستخدمه؟ طيب ازاي تصدق على ربنا كل الاهانات ديت؟ ازاي يبقى الاله ضعيف بالشكل دوت كده، واللغة بتاعته وكل حاجة فيه بالضعف ده كله؟ تجسد الله، لما انا في مرة كان في حديث بيني وبين اخت مسلمة، هي عندها أطفال، سألتها قلت لها لو أنت دلوقتي بعد الشر حد من ولادك حصل له مشاكل في القلب ورحت على المستشفى والدكتور قالك لازم نشيل قلبك ونحطه له عشان الولد دوت يرجع يعيش، لأن أنت الوحيدة اللي كل تحاليلك وكل ما فيكي هتنقذي حياة الولد ده، هتقولي إيه؟ كرد فعلها كده بالظبط، من غير ما يسأل أنا همد إيدي وهطلع قلبي وحطه في ابني، ابني يعيش وأنا أموت. قلت لها طب برغم انتي مخلوقه بالضعف اللي فيكي ده كله، ولو ابنك زعلك بعد نص ساعه تمسكيه تضربيه، نفس الولد اللي انتي عايزه تحييه دوت او هتعاقبيه، ازاي المحبه اللي فيكي دي كلها جت منين؟ قالت لي جت من عند الله. قلت لها طيب تفتكري المحبه اللي في قلبك هي قد المحبه اللي عند قلب الله؟ قالت لي لا طبعا، المحبه اللي عند قلب الله كانت اكتر بكتير. قلت لها يعني هو اداكي ذره من المحبه اللي في قلبه من ناحيتنا احنا، من ناحية أولاده، من ناحية البشر اللي هو خلقهم. لما أنت كإنسانة خاطية ومولودة بالخطية ما استكترتيش على نفسك أن أنت تدي ابنك بحياتك، تدي حياتك لابنك عشان هو يعيش ويكون ليه حياة أفضل، مستكترة على الله أنه هو بعد الخطية اللي تمت وبعد الانكسار اللي حصل بين الله وبين الإنسان، أنه هو يجي بنفسه كروح وكلمة الله متجسدة في شخص يسوع المسيح، تربط بيننا تاني وبين الله، مستكترة على الله إنه هو يظهر لنا المحبة اللي انت عايزة تظهريها لابنك. فالموضوع مش محتاج معضلة، الموضوع محتاج صلاة، الموضوع محتاج أمانة. أقف قدام ربنا، وانت أقفي قدام ربنا بأمانة وقول له يا رب أنا عايزة أشوفك، يا رب افتح عيني عليك قبل فوات الأوان. صدقوني العيشة مع المسيح، المحبة اللي مع المسيح، كلمة الله حية، كلمة الله مش حية إن هي بس كلمة وخلاص، لا، كلمة الله مستخدمة لحد يومنا هذا. الكتاب المقدس فعلا كتاب شريف، فعلا كلمة الله بتظهر قد إيه العلاقة اللي تمت بيننا وبين الله. يعني ما اسمحش أبدا لأي حد يهين أي حرف في الكتاب المقدس، لأنه كل حاجة فيه هي فعلا شريفة. خليك أمين مع الله وخليك أمين مع نفسك، عشان لما تقف قدام ربنا تقول له بعين قوية أنا بحثت عنك، أنا دورت عنك، أنت اللي دلتني للطريق دوت، أنت الذنب مش علي، الذنب عليك أنت. ما تاخدهاش وراثة، أنت مولود مسلم في أسرة مسلمة بس مش وراثة، هو مش ميراث ليك، أنت لازم تبقى أمين مع ذاتك. أنا إزاي يا أخت نورة ربنا فرق معايا في حياتي؟ ربنا فرق معايا في حياتي لما يقول لي لا أقعد أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. ألو؟ سمعيك، تفضلي. أنا أسفت نورة بس الصوت قطع. لا سمعينك، تفضلي. بقول لما الله يقول لا أقعد أسميكم عبيد لا يعلم ما يعمل سيده، لكن سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. أنا أسفة على لا تفضلي، كملي. في إنجيل يوحنا الله بيدعونا أحباب مش عبيد، الله دعاني حبيبته مش مجرد عبد لي. وكمان في يوحنا بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. في أعظم من كده؟ يعني لازم حياتي تختلف، لازم كل مشاعري تختلف، لازم كل يومي أقوم وأشكر ربنا على النعمة اللي أنا فيها.
هيختلفت ازاي معايا. انا حقيقي نفسي اوصل لكل بيت، لكل ام وكل اب وكل طفل، اكلمهم عن المسيح قبل فوات الاوان. يعني ده اللي انا نفسي اعمله، وهي دي خدمتي، وبصلي كل يوم ربنا يعني يديني نعمة واني انا اكون استحق النعمة ديت. بس اخت نورة يعني حقيقي شكرا ليك يعني، وربنا يباركك ويباركوا جميعا. احنا اللي بنشكرك جدا جدا اخت داليا، يعني نورتينا النهارده ورساله قويه وجميله، واختبارك وعمل الرب في حياتك رائع جدا جدا. انا بشكرك جدا على وجودك معانا، ويعني نفسي تكوني معانا في حلقات تانية باسم يسوع. مين اخت نورة؟ ربنا يباركك ويستخدمك، انت بطله في المسيح. ربنا يباركك حبيبتي. ولا حاجه تهزك ولا حاجه تزعلك ابدا من اي حد بيقول كلمه غلط. فكري دايما قالوا كده على المسيح اللي نازل، كان بيقول يصنع خير، كان أمين. بيشفيهم، وقالوا عليه انت رئيس الشياطين. شكرا. فانت بتتشبهي بابوك وبتتشبهي ربنا بسيدك، يبارك. ولا يهمك. اشكرك، شكرا حبيبتي، ربنا يباركك، شكرا لوجودك معانا النهارده، وشكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده. حقيقي بعد الكلام الرائع اللي قالته الاخت داليا ما عنديش كلام اقوله غير اختي المسلمه، من فضلك ابحثي ابحثي ابحثي، لان دي حياتك الابديه. عزيزي المسلم والمسلمه، المسلمين بشكل عام، ارجعوا لبدايه الحلقه وفكروا واربطوا، اعملوا ربط ما بين نزول اله الاسلام في صوره شاب امرض ومن هو الشاب الامرض. من فضلكم فكروا ليه رسول الاسلام وصف الله بهذا الوصف المشين حقيقي. فيعني من فضلكم فكروا، وما تنسوش ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما فئاتي اتمدت، كان كل هدفها تسكت، على قد